من رام الله تنضم إلينا الآن مراسلة المملكة نهاد حجازي. نهاد أهلا بك. إذا أوضاع أيضا دقيقة وكذلك صعبة في الضفة الغربية، نتابع معك المستجدات خاصة مع تواصل هذه العمليات، عمليات الاعتقال من قبل قوات الاحتلال والاستهداف المباشر. نعم غادة، اليوم كان المشهد في الأراضي الفلسطينية هو تشييع الشهداء الفلسطينيين الذين ارتقوا منذ يوم أمس وحتى صباح اليوم في معظم أرجاء الضفة الغربية، وبالتحديد 14 شهيدا في مدينة جنين ومخيمها، والباقي كانوا موزعين على عدة مناطق شيعتهم جماهير غفيرة في كل الضفة الغربية. ولكن كان من نصيب أحد الشهداء احتجاز السيارة التي حمل فيها ليوارى الثرى قرب بيت فوريك في مدينة نابلس. قوات الاحتلال الإسرائيلي احتجزت هذه السيارة وعرقلت وصول الشهيد إلى المقبرة لدفنه، وهذا طبعا مشهد بتنا نشاهده تقريبا بشكل يومي عند محاولة تشييع الشهداء الفلسطينيين، ما يعني أن الاحتلال الإسرائيلي لا يستهدف فقط الأحياء بل حتى أن الأموات يحاول أن يعني يصعب على من يحملونهم دفنهم، وهذا كنوع من الانتقام من الفلسطينيين بشكل عام هنا في الضفة الغربية. أيضا مواجهات في مناطق عدة شهدتها اليوم الضفة الغربية، عدة إصابات برصاص الاحتلال الإسرائيلي الذي فرق تظاهرات في مناطق مثل كفر قدوم وقرى مدينة نابلس إضافة إلى بيت لحم، وأيضا منطقة كيسان، هذه المنطقة التي تشهد استمرارا لعدوان المستوطنين عليها، وطبعا تم إغلاقها يوم أمس بشكل كامل السواتر الترابية، والمستوطنون كانوا قد أطلقوا الرصاص على الفلسطينيين فيها وأصابوا عددا منهم. طبعا الاعتقالات أيضا هي سيدة الموقف غادة في الضفة الغربية، أكثر من 92 معتقلا خلال 24 ساعة تم اعتقالهم أيضا من مناطق متفرقة. هنالك استهداف الأسرى المحررين، والآن أيضا النساء دخلنا ضمن المعادلة عند الاحتلال الإسرائيلي. وكانت قد نوهت اليوم منظمة العفو الدولية إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يستخدم أسوأ الأساليب بالتعامل مع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين منذ حوالي 20 عاما، وأشارت المنظمة أيضا إلى الأساليب المهينة التي يستخدمها الاحتلال الإسرائيلي بالتعامل مع الأسرى والمعتقلين سواء كان عند اعتقالهم أو داخل السجون الإسرائيلية. هنا أريد أن أشير أيضا ما هي طبيعة التعامل مع الأسرى، وكانت المنظمة أيضا قد تحدثت عن ذلك، هو محاولة إبقاء رؤوس الأسرى عند عدهم محنية إلى الأسفل، وهذا في محاولة لإهانتهم. أيضا إسالة الدماء وإراقتها داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي هي باتت مشهد ليس غريبا داخل السجون، بالإضافة إلى الاعتداء على النسوة والفتيات، وهذا كان واضحا في فيديوهات تمت التقاطها من شهود عيان في عدة مناطق، وخلع الحجاب خلال التفتيش، وأيضا إجبارهن على خلع ملابسهن، وهذا بحسب منظمة العفو الدولية هو محاولة لإذلالهن كما باقي الأسرى، ليس فقط الشبان بل أيضا النساء، يعني يتعامل معهن الاحتلال بذات الطريقة وذات الوتيرة. يعني هذا جزء من الحديث عن هذه الطريقة غادة، هو جزء مما يتعرض له الأسرى الفلسطينيون الذين تجاوز عددهم داخل الأسر 8000 أسير،
وطبعا بعد أن تم اعتقال أكثر من 2400 مواطن منذ 7 أكتوبر، ما رفع أعداد الأسرى الفلسطينيين إلى العدد الذي تحدثت عنه. بشكل عام الاحتلال الإسرائيلي لا يزال يحاول أن يرهب الفلسطينيين من حركة المقاومة الفلسطينية حماس برمي منشورات على المدن والقرى الفلسطينية من طائرات مسيرة. كان آخر هذه المنشورات، أو هي لم تكن منشورا على ورق بل عملة الشيكل من فئة 100 شيكل، كتب عليها أن حماس هي من تخدعكم لحروب أنتم في غنى عنها، وإن كنتم ستستمرون بدعم المقاومة، أو يعني بالإشارة لحركة حماس، سيكون مصيركم كما كان في قطاع كما مصير. نعم نعم نعم، أوراق نقدية مزيفة طبعا، مكتوب عليها ما أتحدث به، هي من فئة 100 شيكل ورميت في مدينة الخليل، وبالفعل هو تهديد كان مكتوب عليها، وفي محاولة لمنع الفلسطينيين من دعم المقاومة الفلسطينية، وتهديدهم بأن مصير من يدعم المقاومة سيكون القتل أو الاعتقال، وإشارة إلى أن ما يدور في قطاع غزة سيشمل كل الضفة الغربية في حال أن الفلسطينيين باقيين على دعم المقاومة، سواء كان في غزة أو في كل الأراضي الفلسطينية. هنا طبعا يؤكد هذا الكلام أيضا غادة أن الاحتلال ما يرهبه هي المقاومة الفلسطينية، استمرار الاحتلال باقتحام المخيمات الفلسطينية، وبالتحديد مخيم جنين ومخيم نور شمس، بالإضافة إلى عقبة جبر والبلدة القديمة في مدينة نابلس. هذه المناطق التي لا زال الاحتلال يشك بأن المقاومة الفلسطينية تتحصن فيها. وفي جنين أكد الاحتلال بعد أن كان قد قام بمجازر يوم أمس بأنه دمر عدد من مخازن الأسلحة التابعة للمقاومة هناك، وأنه اعتقل 20 فلسطينيا من المقاومة. طبعا هذا ما أنكره وأكد على كذب الاحتلال المواطنون داخل مخيم جنين. المقاومة الفلسطينية هي الآن من ترهب الاحتلال في الضفة الغربية، ولهذا يقوم بكل هذه الاعتداءات على الفلسطينيين لمنع مزيد من المقاومة أو دعمها في الضفة الغربية. نعم نهاد، إذا ما تحدثنا عن الجو العام للشعب الفلسطيني أو للفلسطينيين داخل هذه الأراضي المحتلة في ظل استمرار العمليات التهديدية وهذا الاستهداف من قبل قوات الاحتلال، كما تفضلتي وأشرتي المقاومة مستمرة، ولكن على مستوى العائلات الجو العام بين لربما الخوف مما قد يحدث والاستهداف المباشر بالتحرك بأي خطوة، وكذلك أمام هذا أيضا تأتي رسالة الصمود خاصة أمام ما يحدث في قطاع غزة. نعم، يعني غادة، ما أصلا يرهب الاحتلال الإسرائيلي وبشكل عام سواء كان في غزة أو في الضفة الغربية هي الاستمرار في المقاومة رغم صعوبة الأوضاع في كل المناطق. عندما نتحدث نحن عن اجتياحات واسعة وقصف بالصواريخ للمخيمات الفلسطينية، ولا زال الفلسطينيون يدعمون المقاومة ويؤكدون على أنهم يقفون وراءها، بالإضافة إلى أنهم يرفضون الخروج من مخيماتهم رغم التهديد من قبل الاحتلال والمستوطنين بأن نكبات لاحقة ستلحق بهم في حال أبقوا على وقوفهم ندا للاحتلال الإسرائيلي. هذا يؤكد على أن الفلسطينيين لا يرهبهم الاحتلال، وعلى أنهم أخذوا على عاتقهم الاستمرار بمقاومة هذا الاحتلال، وأن ما يدور في كل المناطق الفلسطينية من انتهاكات ومن اعتداءات ومن ممارسة لكل أشكال العدوان، لازال الفلسطينيون قادرين على المقاومة والصمود. نحن نتحدث هنا عن الضفة الغربية التي لازالت مغلقة ومقطعة أوصالها منذ 7 أكتوبر، ولازال الفلسطينيون
يقومون بممارسة حياتهم بشكل طبيعي دون أن يأبهوا بكل هذه العراقيل وهذه الصعوبة، رغم أن الاحتلال يعني حاول أن يمنعهم من المواجهة معه، إلا أن ذلك لم يقف يعني عائقا أمامهم للخروج في تظاهرات حتى هذه اللحظة لتقديم مزيد من الشهداء. وكل ذلك بحسب ما يؤكده أمهاتهم بأن دماء أبنائهم هي يعني من أجل فلسطين. وفدا للأقصى المبارك، أنا أتحدث على لسان أكثر من والدة شهيد كانت قد أكدت على أن المقاومة هي عنوان لأبناء الشعب الفلسطيني. وأيضا يعني شهدنا عدة فيديوهات كيف تقوم الأمهات هنا في الضفة الغربية بحمل يعني عند التشيع حمل أبنائهن لتشيعهن دون أن تذرف الدموع، في إشارة إلى أنهن صابرات مقابل تحرير هذا البلد. نعم، كل الشكر لك نهاد حجازي مراسلة المملكة من رام الله، نتابع معك أولا بأول.